مرحبا بالجميع، لا تنسوا الاشتراك والضغط على الجرس والاعجاب بالفيديو. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. حبيبتي مرحبا بكم في فيديو جديدة مع تحضيرات جديدة ان شاء الله للشهر الكريم. هنا كما كتشوفوا عندي كمية من الزيتون المرقد، ضفت له كمية من البصل المرقد اللي ما شافوش غادي يخلي لكم في صندوق الوصف. عندي كذلك كمية من الحار المرقد والمقطع، عندي راس من الثوم اللي كنت حكيته، كمية ربطة صغيرة من القزبر، ربطة صغيرة من المعدنوس اللي كنت قطعتهم رقيق، كمية من الزعترة، وكمية صغيرة من لي زيرب دو بروفونس، يعني من الأعشاب المنسمة. غادي نضيف له مقدار ملعقة كبيرة من حبوب الخردل، ونضيف له التوابل. بالنسبة للتوابل غادي نحتاج له الكمون، تقريبا مقدار ملعقة كبيرة من الكمون، هذا الزيتون يبغي الكمون. غادي نضيف له كذلك كمية من البابريكا الحلوة، كمية أيضا من الفلفل الأسود، والملح حسب الذوق، ثم ديروا وذوقوا لأن ديجا الزيتون تاعنا راه مالح. غادي نضيف له كمية من عصير الليمون، وكمية كبيرة من زيت الزيتون. هنا زيت الزيتون بقاو ديروا وذوقوا، لأنه الزيت يعني هذا الشيء مقياس على حسب كمية الزيتون اللي عندكم. أنا هنا عندي تقريبا كيلو 800 غرام، يعني تقريبا واحد زوج كيلو من الزيتون اللي رقدته في المنزل، وانتوما على حسابكم أخواتي. كما قلت لكم أخواتي، الطريقة هذه أنا مديرها ماشي على جال رمضان من الآن، يعني درتها على جال وليداتي باه ياكلوها، لكن نعاودها إن شاء الله لما يقرب الشهر الكريم، يعني اسبوع قبل رمضان تماما نخدم هذا الزيتون، لان في ظرف هذاك الاسبوع الزيتون تاعنا يتشرب النكهات وتمتزج النكهات ويكون واجد ان شاء الله بحلول الشهر الكريم، ونبقاو نتناولوا منه. انا هنا ضفت له شويه تاع قرون الفلفل الحار ايضا باش هما كذلك يدوا النكهه ويمتزجوا مع بعضياتهم، ونبقى ندوق كذلك في الملح تاعه حتى ونشوف شاي الحاجه اللي راهي ناقصه ونزيدها له. انا جاني هذاك هو سوا سوا، غادي في الاخير فقط نزيد له شويه تاع زيت الزيتون. غادي نجيب واحد الدلو، عندي هذا الدلو يرفد زوج كيلو، غادي نحط فيه هذاك الزيتون تاعي، ونضيف له في الاخير كميه من زيت الزيتون، نبلع عليه ونحطه في الثلاجه. بعد اسبوع ان شاء الله نبداو نستهلكوا منه. الصراحه وليداتي بداو يذوقوا منه، راه ضربوه للنص اخواتي، المهم قضاو عليه. كما قلت لكم اخواتي، تقدروا توجدوا نتوما اسبوع ان شاء الله قبل الشهر الكريم، الشهر المبارك الله يلحق علينا بالخير والستر ان شاء الله والبركه، وتبداو تاكلوا منه في رمضان، ترافقوا به الاطباق تاعكم كمقبلات كما راكم تشوفوا. بالنسبه للبصل المخلل اللي ما شافوش الطريقه، غادي نخليها لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. كذلك طريقه الزيتون كيف نصبروه، ولو انه مش وقتها اخواتي، صاي الزيتون دوكا ما كاش. المهم تقدروا تشرو عادي تاع الفابريكا، تصفوه من الماء، تشلوه بالماء اللي يكون عادي، تقلعوا منه الملح، ومن بعد تعاودوا تنكهوه وتعقروه بهذه الطريقه، يجيكم مليح. التحضيرات الثانيه اللي درتها معكم هي السفة مقلية. الوصفة ولا الصورة غادي نخليها لكم هنا تاع السفة، بالنسبة للأخوات اللي ما شافوش غادي نخلي لكم في صندوق الوصف. السفة المقلية تجي أكثر من رائعة، بزاف اخوات قالوا لي مفيده، تتشبه للرفيس قسنطيني في البنه، شويه تشبه الرفيس قسنطيني، لكن هذه ما فيهاش تعب بزاف على العموم، خصوصا اذا كنتوا درتوا التحضيرات المسبقه كما انا نديرهم. مثلا انني نقلي السفه من قبل، يعني نقلي الكسكس من قبل. السفه هي عباره عن كسكس، بغيتوا تبغوه نتوما السفه تاعكم رقيقه ولا متوسطه، يعني تستخدموا الكسكس رقيق اذا بغيتوها رقيقه، اذا بغيتوا السفه تاعكم متوسطه تستخدموا الكسكس المتوسط، يعني طعام موين. هنايا تستخدموا الموين كما انا راني ندير، راني نقلي فيها عادي كما نقولوا طقنطه، ولا كما نديروا الطمينه، حتى تاخذ واحد اللون ذهبي محمر واحد شويه شوالا، ما تحرقوهاش بزاف الشيرات لان مازال نزيدو نفوروها ومازال كذا، فاللون تاعها غادي يزيد يغمق. ففي هذه المرحله جبت واحد القصعه كبيره، وغادي نبدا نفرغ فيها هذيك السفه اللي نقليها، نخليها حتى تبرد تماما. انا قليت تقريبا زوج كيلو بمقدار مثلا 500 غرام، لانه حنا في العائله ناكلوا 500 غرام لكل اسبوع ان شاء الله. بالنسبه للوصفه الثالثه ان شاء الله، ولا التحضيرات الثالثه اللي غادي نشارك معكم، اللي هي الطماطم المجففة. وسبق لي وشاركت معكم أخواتي الطماطم كيفاش نحتفظوا بها خارج الثلاجة، خارج المجمد. سبق لي وشاركت معكم التحضيرات تاع الطماطم المجمدة، سبق لي وشاركت معكم بزاف طرق للطماطم، غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف إن شاء
الله والتحضيرات السابقه اللي درناهم مع بعضياتنا. في هذا الاثناء انا كنت شريت كميه قليله باش نشاركها معكم. جبت طماطم تكون شاده روحها، حجم يكون شويه صغير وتكون حاكمه روحها اخواتي، ومن الاحسن تكون هذيك الطماطم اللي تجي شويه طويله، فهمتوني شيرات. المهم هنا واحد الكميه اللي صغيره جدا جبتها باش نشاركها معكم. كنت قطعت الطماطم في المنتصف وحطيت لها كميه من الملح. الملح يساعد على استخراج السوائل كلها من الطماطم ويحافظ عليها. هنا راني مسخنه الفرن تاعي على درجه منخفضه جدا، انا عندي درجه 40، هنا حطيتها على درجه 40 وغادي ندخلها للفرن حتى يتكمش ويخرج منه كاع السوائل. نبقى ندور في الصينيه تاعي خطرة على خطرة. أنا دات مني 3 ساعات، يعني الساعة الأولى الثانية الثالثة، ولو أنه في الساعة الثالثة نسيتها واحد شوية ما دورتهاش، فعادي نشفت لي من جهات، وفي الوسط كي كانت فوق لا ريزيستونس اللي تحرقت لي واحد شوية. ثم حاذروا عليها فقط أخواتي، وكل واحدة على حساب الفرن اللي عندها. أنا بما أنه كمية صغيرة فواست بالخوف. كما كم تشوفوا شيرات، هذا هو الطماطم تاعي بعد اللي جفت. حطيتها في بلارات زجاجية، درت عليها في صوص من التوم وزدت لها اكليل الجبل يعني الغومارا روزماري، وحطيت لها اوليف اويل يعني اللي هو زيت الزيتون، وغادي نحطها عادي في البلاكار عندي تقعد سنوات، وكي كيما هاك شيرات ما تخسر ما يصرى لها حتى والو. عفوا شيرات. بالنسبه للاستخدام تاعها، نستخدموها عادي كما انا نديرها في البيتزات، نزوق بها البيتزا ولا نحطها في الفوكاتشيا يعني في الخبز هذاك اللي يجي منكه. نحطها ايضا في الحشوات كما الحشوات تاع البوراك وحشوات تاع السوفلي، اكو عارفين ما نقدوش نحطوا فيهم الطماطم العاديه لانها تطلق الماء وتخسرنا، فنحطوا الطماطم مجففه وفي البرد، وكلشي نطيب بها العدس، نطيب بها اللوبيا، الجواز، كلشي ندير بها هاد الطماطم اكثر من رائعه. وفي الصيف نديرها في الساندويشات الخبز تاع الأطفال. بالنسبة للوصفة الأخيرة واللي هي مركز البرتقال، المركز المكثف تاع البرتقال اللي غادي نحضره معكم ونحتفظ به طبعا أيضا خارج الثلاجة بدون مجمد، غير في البلاكار فقط. أنا هنا عندي مقدار 3 كيلوغرام من البرتقال اللي عادي طاح فيه ما شاء الله برتقالة شابين سون بيبا، يعني هذا بدون بذور. فجبت هذاك البرتقال نظفته غاية الغاية، خاص نغسلوه، نشوفوا المسامات الى ما فيهمش هذيك الكحوليه، ما فيهمش الطين، ما فيهمش التراب، يعني نغسلو غايه. انا حكيته بالحبل كما نحكو المواعين، حكيته غايه بالحبل. ومن بعد قلعت له القشره بليكونوم بهذاك السكين اللي يقلع فقط القشر من الفوق. من بعد قشرت هذاك الابيض، تخلصت منه يعني هذاك اللب اللي يجي فوق الحبه تاع البرتقال، نتخلص منه، نحتفظ بالبرتقاله وفقط. المهم انا غادي نواصل بهاد الطريقه حتى نكمل الكميه كلها اللي عندي. اخواتي الغاليات، كما قلت لكم تقدروا تعتمدوا هاد ليكونوم في التقشير، يعني انكم تاخذوا فقط القشر الفوقاني، كما تقدروا تعتمدوا طريقه السكرفاج يعني تسكرفجوا المبشور وحده، يعني تقلعوا المبشور البرتقال اللي هو القشر الفوقاني فقط تاع البرتقال، وتتخلصوا من هاد الابيض كما غادي ندير انا. غادي نقشر كاع هاد الابيض ونتخلص منه. بالنسبه للبرتقال اللي عندي طاح فيا تقريبا نصه سونغين ونصه برتقال عادي، يعني لا سونغين هو هذاك البرتقال اللي يجي احمر يعني الدموي. فهنايا غادي تشوفوا الحبات اللي طاحوا فيا، يعني والصراحه اكثر من رائع، ما فيهش حتى البذور ومعمر بالسوائل، يعني هذا اللي يتناسب مع العصير. بالنسبه قلت لكم اللب الابيض هو اللي يعطينا المراره هو والبذور، فنحاولوا اننا نتخلصوا منهم. نتوما اذا صادفتوا ولقيتوا البرتقال تاع العصير سون بيبان يعني بدون بذور يكون خير وخير. المهم غادي نكمل كاع الكميه ونولي معاكم. بالنسبه للكميه تاعي بعد اللي كملتها وقشرتها، هاي لا عندي البرتقال مع القشر تاعه. في الاثناء غادي نحاول انني نقطعها كما كم تشوفوا دوائر باش نشوف كاش وحده فيها العظمه، نقلع لها هذاك العظم. هنايا تقريبا فقط بعض البرتقالات فقط اللي لقيت فيهم عظمه وحده ولا زوج، يعني ما فيش العظم هذا البرتقال. غادي نحاول انني نحطها في الطنجره ونواصل. انا هنا جاوني زوج طناجر كبار، زوج تاع لي مارميت الكبار، والاخوات اللي تقساوني ديك النهار على لي مارميت، انا حطيت لكم
لكم في صندوق الوصف مين شريتهم. اللي ما شافوش مين شريتهم شعا شريتهم غادي نخلي لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. المهم الشيرات كنت شريتهم من وهران بولفار معطا من عند واحد الثمن والله ما عقلتها الشيرات. المهم هنايا بعد اللي كملت قطعت كاع الكميه ضفت لها هذوك قشور البرتقال، حاولت نقسمها على زوج تاع لي ماغميت، وضفت لهم مقدار نص كيلو من الجزر. هذا الجزر اكثر من رائع تاع الواد ما شاء الله، ولايه الواد راهي تخرج الخير والخمير الله يبارك، والعقوبه لكاع الولايات الصحراويه الاخرى ان شاء الله. ما شاء الله ناس مجتهدين وخدامين ربي يوفقهم ان شاء الله. واحد لي كاروت قلت لكم لي جو حمرين وشابين وحلوين. هنا غادي نحط الرطل تاع لي كاروت ولا الجزر كروطه كما حنا نقولوا، ومن بعد غادي نجيب هاد الكابويا. بالنسبه للكابويا انا عندي 3 كيلو تاع البرتقال، يعني خاصني نحط لها كيلو ورطل، يعني نصف الكميه تاع البرتقال نديرها كابويا. هنا ضفت واحد الكيلو ورطل تاع الكابويا، جبت حبه توزن كيلو ورطل، قشرتها وقلعت منها هذوك العظومه وهذوك البذور اللي فيها الداخل وهذاك اللب الزايد، وضفتها فوق هذاك البرتقال والجزر. ضفت عليها كاس واحد من السكر في كل طنجره، وغادي نحاول نحط الماء قد ما نغطي فقط اخواتي، ما غاديش نزيد بزاف الماء، قد ما نغطي وقد ما يطيبوا لي هذوك الخضار وهذيك الفاكهه اللي غادي نحطهم طبعا فوق النار حتى يطيبوا، ونحس باللي خلاص الكروطه ولا الجزر طاب عندي، نحس الكابويا صايد ترخات وطابت عندي. نفس الشيء بالنسبه للقشور تاع البرتقال، كل شيء خاصه يطيب، والكميه تاع الماء طبعا غادي تتقلص اخواتي. هنا راني غادي نطفي عليهم ونروح ندير الرياضه تاعي ونرجع حتى العشيه، باش جيت لقيتهم بردوا كلشي. غادي عقمت البلارات، عقمت الاواني الزجاجيه، وجبت الخلاط الكهربائي، غادي نحط فيه هذه الكميه نرفد هكا باللالوش ونحط فيه ونطحن. بالنسبه للخلاط الكهربائي اخواتي كنت جبته مؤخرا، يعني راه عنده تقريبا واحد الاسبوع اسبوعين هكا، وراني نجرب فيه، راه في اطار التجربه راني كل مره نطحن فيه حاجه باش ان شاء الله نعطيكم الريزومي ولا الخلاصه تاع هذا الخلاط، اذا تقدروا تشروه رمضان ولا لا. بالنسبه للاخوات اللي تقساوني على خلاط مليح رمضان ان شاء الله، فبحول الله هاد اليومين ان شاء الله نحاول نكمل نطحن فيه كاع الصوالح اللي باقي ما طحنتهمش فيه، ونشارك معكم التجربه تاعي مع شاي الحاجه المليحه محاسنه وعيوبه طبعا كيما مداري. بالنسبه للاواني الزجاجيه ولا البلارات بعد اللي عقمتهم، اخوات اللي سقساوني على التعقيم، تعقيم انك تحطيهم في قدر وديريهم يغلو بهم بالاغطيه تاعهم، بعد تقلعيهم وتقل بهم على وجههم حتى ينشفوا، ومهم خاصك تخدمي بهم في هذيك 24 ساعه، يعني ساعات اللي مور للتعقيم خاصك تخدمي بهم، ولا تكبي فيهم فقط الماء المغلي، تخليهم حتى يبرد فيهم ذاك الماء المغلي، تقيسيه وتنشفيهم بهذه الطريقه من شفا اللي تكون مليحه، ولا تخليهم ينشفوا فقط في الهواء ورم معقمين. هنا بعد اللي عمرت البلارات تاوعي غادي نجيب واحد السفود، يعني واحد العود خشبي، ونحاول نقلع الفقاعات اللي يتشكلوا لي الداخل، يعني هذوك الفقاعات تاع الهواء نحاول انني نقلعهم بهذه الطريقه. من بعد نسد القارورات تاعي ونحطهم في طنجره مفرشه فيها فوطه، يعني عاديه كما اللي درنا مع الطريقه تاع الطماطم، وهذه الطريقه قلت لكم تعتمدوها لكامل الخضار والفواكه تاعكم اللي راكم باغيين تحتفظوا بهم خارج المجمد وخارج الثلاجه، يعني الطريقه قديمه كانوا امهاتنا وجداتنا يستخدموها، هي طريقه التصبير العاديه اللي يخدموا بها كما قلت لكم جداتنا وعائلتنا بكري قبل ما يجي المجمد والتجميد. المهم بهذه الطريقه غادي نخليهم بعد اللي يغلي القدر تاعي، بعدها بواحد الساعه نطفي عليهم ونخليهم يبردوا تماما، بس ياسا نقلعهم كما راكم تشوفوا. ها هو مركز البرتقال واجد عندنا، غادي تشوفوا ينفصل لكم الماء من البرتقال، غادي تشوفوا هذا الظاهره ما تخلعوا ما والو، هذه ظاهره عاديه جدا في التصبير. بالنسبه للاخوات اللي بغاو يجمدوه يصلح اصلا هذا المركز المكثف تاع البرتقال انكم تحطوه في المجمد، انا غير اللي بقات لي درتها في لي غوبلي وحطيتها في المجمد لتحضير العصير، تحتاج زوج تاع لي غوبلي والاضافات على حسب حسابكم انتوما لتحضير زوج لتر من العصير. بالنسبه ليا غادي نحطهم فقط في البلاكار. هيا للطماطم المجففه تجي اكثر اكثر من رائعه، نتمنى تجربوها الشيرات. هيا لا شابه وكل شيء في زيت زيتون مع كليل الجبل، تجي بنينه بزاف وتناسب بزاف صوالح، نتمنى ان شاء الله تعتمدوها. كذلك السفه المقليه نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وتعجبكم وترضاو عليها بحول الله. الزيتون اخواتي وليداتي قضاو عليه، بقى
بقات غير واحد شويه هكا في البيدو، ما بغيتش نحطها لكم تبهديله ديريكت. المهم اخواتي، كان هذا هو كل شيء بالنسبه للتحضيرات تاع هذا اليوم. انتظروني في الفيديوهات القادمه، غادي نعطيكم المزيد والمزيد، لانه في جعبتي الكثير اللي نشاركه معكم ان شاء الله. كذلك اخواتي، ارتقبوا فيديو الخلاط الكهربائي، نبغيكم بزاف ونموت عليكم. تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم.